عليكم وياكم على الرفاع. اليوم بتكلم لكم عن أهمية الشاشات وشاشة الإيزو سي جي 2730. اليوم بتكلم لكم عن موضوع وايد مهم اللي هو الشاشة. احنا دائما كمصورين عندنا احسن كاميرات، ندور احسن كاميرات اللي تطلع لنا الالوان، لكن من اهم المراحل اللي احنا نتكلم فيها اليوم مرحلة ما بعد التصوير. عادة الكاميرات تصور بالوان وايد عريضة وعمق الالوان وايد، فاهمية التصوير، اهمية الصورة وين تشوفها عشان نسوي الاديتنج ونخلص الصورة اللي هي 50% من شغل التصوير كله وايد يكون مهم. فاذا عندي انا صورة صح، ألوانها صح، لكن الشاشة اللي قاعد أشوف فيها مو بصح، هاي مشكلة عودة. اليوم عندي شاشة الإيزو سي جي 2730 27 إنش. هالشاشة طبعا في الاستوديو اللي أصور فيها وأشوف الصور أثناء التصوير. الشاشة الرئيسية اللي عندي اللي هي سي جي 319 4K. راح أتكلم عن موضوع الدقة، دقة 4K ودقة الكيو اتش دي من هالشاشة، ونقاط وايد اللي بنتطرق لها. طبعا هالشاشه فيها اول شيء نتكلم عن الوصلات اللي فيها، ميني ديسبلاي HDMI و DVI، بالاضافه الى ان في USB نقدر نوصله على الشاشه علشان على الكمبيوتر مالنا. انا اليوم موصل الكمبيوتر الاي ماك، الشاشه فيها USB هاب، يعني لما نوصلها في الكمبيوتر ممكن احنا نستعمل 3 وصلات USB حق نشغل فيهم أي شيء، الهارد ديسك ممكن نشغل فيهم، نشحن فيهم أي شيء، يعني يشغلون كUSB. ديزاين الشاشة طبعاً، الشاشة ممكن تتحرك فوق وتحت، ممكن ترتفع، ممكن تنزل لي سطح المكتب، وبالإضافة إلى أنه ممكن إحنا نلفها نسويها على شكل عمودي في حال إذا احتاجينا إحنا نشوف الصورة بالطول. فالشاشة جدا جدا انا حابها، ممتازة حق وقت التصوير، لان احيانا نصور الصورة بالطول. الاهم من هذه احب اتكلم بالطبق ليش هاي الشاشة. الشاشة مهمة لان احنا نشوف فيها الصورة اللي صورناها بعد التصوير. اذا هاي الشاشة ما تعطينا الالوان والعمق والاشياء والتدرجات بشكل صحيح، هاي مشكلة عودة، لان ممكن احنا نغلط ونحط الوان غلط للعميل او للطباعة، خصوصا الطباعة. اول شيء الشاشة هذه إذا احنا نشتري أي شاشة حاليا ما نشتري أي شيء غير الاي بي اس، لأن الاي بي اس عرض مشاهدة الصورة كبير يوصل ل 180 درجة، في هالشاشة في هالموديل بالذات 178 درجة، يعني إذا أنا قاعد مع العميل هني والعميل جهة ثانية ممكن يشوف الألوان بالضبط اللي أنا أشوفها، إذا واقف في النص، واقف على الطرف، أو أشوف الشاشة من أي طرف كان واقف قاعد، دائما عندنا المشكلة في اللابتوب لما نحرك نشوفنا بالالوان الصحيحه، هذه هنا ما عندنا مشكله، انا اذا رحت الجهه ذي ولا الجهه ذي ولا نجاب الشاشتين ما عندي مشكله. طبعا الاي ماك شاشه الاي ماك تعتبر شاشه ستاندر، ما بقول لكم سيئه، لكن هذه اللي احنا بنوصل للالوان الصحيحه 100% تدرجات اي شيء في الصوره. لو تلاحظون هنا حتى عندنا الخط مال الخلفيه باين، هنا مو باين، يعني هاي شيء وايد مهم. فاي بي اس بانل هاي الشاشه، ونوعيه السطح، سطح الشاشه، نوعيه الـ 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 المواد اللي مصنوعه منها الشاشه هذه مات، ما في اي ريفلكشن. لو تشوفون الصوره الحين بحط لكم اياها، حط اضاءه مباشره بتشوفون تدرج الانعكاس شلون، لكن وجهناها على مثلا شاشه مثل شاشه الاي ماك او اللابتوب راح تشوفون نفس المرايه انعكاس قوي، وهاي ممكن يضايقنا في حال اذا احنا في مكان ما نقدر نتحكم في الاضاءة فيه. الشيء الاهم بعد عندنا العمق، عمق الالوان. عمق الالوان في عادة الشاشات اللي طلعت في 6 بت 8 بت وفي 10 بت وحتى توصل ل 14 بت في الانواع جدا جدا غالية. كاميراتنا احنا توصل الى 14 بت، لكن الشاشات اللي موجودة هنا 10 بت، عندنا من هاي الشاشة 10 بت تراوينا. شنو الفرق بين 8 وال10؟ الثمانية بت احنا قاعد نشوف كل لون تدرجات الى حد
16 مليون تدرج، الأحمر 16 مليون، الأخضر 16 مليون تدرج، والأزرق 16، وهذا المجرات. ولكن هنا في هالشاشة عندنا من كل لون أو تدرجات الألوان توصل إلى بليون تدرج، مليار واحد. فهاي شيء جدا مهم. لكن أحب أذكر إن إذا عندنا إحنا شاشة 10 بت والجرافيك كارد اللي موجود في الكمبيوتر قديم ما راح يقدر ان احنا نشوف الالوان كامل. فمثل بعض الكمبيوترات، اغلب كمبيوترات الماك الاخيره حتى اللابتوب تقدر تشغل 10 بت. فهاي شيء لازم نحطه في بالنا. وعندنا شيء الرابع اللي هو الكلر جامت. شنو الجاما؟ احنا دائما نشوف في كاميراتنا عندنا sRGB ادوبي RGB. شو الفرق بينهم؟ طبعا اذا احنا نصور رو هاي الشيء ما يفرقنا، لا بعدين احنا نقدر نختار. لكن عندنا الـ sRGB اللي هو الستاندرد RGB، هاي موجود من ايام من التسعينات اعتقد، شركات مثل مايكروسوفت و HP اعتمدوه ان هذه اللي هو الستاندرد، هذا النظام القياسي للالوان حق الويب والطباعة العادية وكل شيء. عندنا الطباعة الكوميرشال هذه حتى CMYK، اشياء معقدة ما نبي ندخل فيها، احنا نتكلم اليوم عن شغلنا في التصوير. فالـ sRGB ما بقول لكم موضوع معقد شوية، بس مساحة الألوان، مساحة الأحمر، مساحة الأزرق، إذا عندنا مساحة ألوان صغيرة إش كثر ألوان نقدر نراويكم فيها، وإذا عندنا مساحة أكبر إش كثر نراويها. دائما تشوفون الصورة اللي هي المثلث والألوان. فهاي الشاشة تدعم أدوبي RGB 98% اللي هي أعلى من الـ sRGB بشكل كبير. فنقدر احنا نعتمد الالوان ونشوف الالوان تدرجات اللي موجوده في الاخضر بالالوان المختلفه والالوان الخضراء المختلفه او الاحمر بدرجاتها المختلفه. فهاي جدا مهم. تكلمنا عن التوصيل، انا موصل الحين في الاي ماك بالميني ديسبلاي، نفس الشيء احنا نقدر نوصل بالHDMI في عندنا ذا اللابتوب على حسب النظام، بس هاي الشاشه ممكن توصل، في ادابترات لكل الشاشات. بالإضافة لأن الشاشة هذه 27 إنش وباصل حق موضوع الدقة بعد شوية، بس أنا الحين مركب عندكم، لاحظوا إن في الشيد، إذا أنا شلته الشيد هذه جدا سهل شيله على أساس إن حتى إحنا نلف الشاشة، بس هذه يمنع أي يضمن لنا حتى داخل الشيد أو داخل المظلة أو اللي موجودة فيها، هذه نوع الشاموا او مثل ما نقول المخمل احنا في البحرين، اسود، فما يمنع اي انعكاس داخلي. تركيبها جدا سهل وشيرها جدا سهل، كله بمغناطيس. فهاي جدا يساعد، تشوفونها دائما استديوهات البروفيشنال يستخدمونها. شيء ثاني في الشاشه ان فيها ضمان اليونيفورميتي للشاشه كامل للبانل. يونيفورميتي اللي هو انتظام الاضاءه وانتظام الالوان من زاويه الى زاويه ثانيه. فما عندنا اي مشكله ان احنا نشوف الالوان على طرف الشاشه. لو الاي ماك هذه اذا رويكم شن المشاكل اللي فيه، بتشوفون فيه بقع في مختلف المناطق عقب سنتين من استخدام. الضمان على هاي الشاشه يونيفورميتي 5 سنوات، ضمان الالوان 10 فوق ال 100,000 ساعه، بحط لكم الرقم الصحيح ما اتذكر. وعندنا ضمان اللي هو البرايت بيكسلز الى سنه كامله. لو اكيد في ناس منكم استخدموا شاشات وشافوا في نقطة مثل ما نقول نسميها ديد بيكسل أو نقطة ميتة من البكسلات، أغلب الشركات عندهم مثلا 1% 2%، هاي ما يشمل هالضمان. لما تستلم الشاشة من إيزو عندكم ضمان سنة كاملة إنه ما في هاي الشيء، فإحنا ضامنين. والضمان تبديل 5 سنوات، هاي أهم شيء عندي. بقول لكم قصة سريعة، لما بغيت أشتري شاشة جديدة بعد ما قبل شاشتي القديمة، اتصلت في وايد شركات اللي هي البروفيشنال، ما بقول اسامي، ما حد فيهم ساعدني، او بلا صح ما حد فيهم رد علي، ما عدا شركه ايزو. الشخص اللي كلمني واعطاني معلومات وكل شيء، والحمد لله يعني انا الحين مرتاح. الاهم في شغلي انا كبروفيشنال انه في دعم، ما في جهاز في الدنيا ما يخترب، ما في كاميرا ما تخترب، ما في شاشه ما تخترب، كل شيء يخترب، سياره تخترب، فبس اهم شيء الدعم وقت الحاجه، هاي اهم شيء. فالحمد لله ضمان، انا ضمنت ان اقدر اذا صارتني اي مشكله في شخص اكلمه
وبيحل المشكلة. هاي وايد مهم. عندنا حجم الشاشة. حجم الشاشات الحين طبعا شاشات اللابتوب 15 انش عادة. في الاستديو عندنا الاي ماك كمثال 27 انش. فأنا لما أصور وعندي 27 انش يمها فتقريبا عندي نفس المساحة وشكل طبعا مرتب. دقة هاي الشاشة QHD مو 4K اللي هي 2560x1440 على 27 انش كتصوير جدا ممتاز. الحين اذا انا جيت وعملت زوم على هاي الصورة تشوفون ان انا اقدر اشوف الوجه اروح قريب. اذا عندي هاي الشاشة 4K احتمال ان الزوم ما بيكون لها الحد. الشاشة فيها built in calibration يعني نظام موازنة الالوان داخلي هاردوير. مو بس انه الحين عندنا السنسر ينزل اوتوماتيك من الشاشة ويسوي فما نحتاج اي جهاز خارجي عشان نوصله. بس ممكن طبعا نوصل جهاز خارجي. طبعا الاي ماك هذا جهاز خارجي اسوي له كاليبريشن في حال اذا احتاجين الهاردوير كاليبريشن. اذا شلت هذه الشاشة بعد ما اسوي الكاليبريشن او اسوي موازنة الالوان الصورة راح تظل كاليبريشن مخزنة داخل الشاشة مو على الكمبيوتر فقط. اذا وصلت بالكمبيوتر طبعا يصير تواصل بين الكمبيوتر واليو اس بي مع الشاشة الالوان تطلع على حسب النظام اللي انا استخدمه او البرنامج. لكن اذا شلت هذه الشاشة رحت في اللوكيشن وشغلتها تشوفون الحين في المنيو ان انا اقدر اختار الالوان لكل لون انا خزنته. اللون مخزن داخل الشاشة مو على سوفتوير موجود او برنامج موجود في الكمبيوتر. هاي الشيء بعد صح. وفي النهاية هذه مراجعتي السريعة على الشاشات. ومثل ما قلت لكم تقدرون تاخذون المعلومات هذه تشوفونها في على الشاشات اي نوع تشترونه. انصح بهالشاشة لان انا اقتنعت في الشركة واقتنعت في الجودة اللي موجودة وهي تورد لي اهم القطاعات الصناعية وال طبية. بالإضافة إلى الكرياتيف أو المبدعين مثل المصورين والمصممين أهمية الألوان جدا جدا مهمة. فهاي حق اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.